وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في متناول المواطنين والمواطنات منصة إلكترونية تمنح عدة خدمات لتسهيل للمواطن اللجوء إلى التسجيلات أو التغييرات في مقر البلدية. المواطن يدخل في الموقع الإلكتروني الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن طريق هذا الرابط ina-election.dz. كي يدخل في هذه في هذا الموقع يلقى المعلومات اللي يسحقها باش يسجل نفسه. وهنا عبر الموقع الإلكتروني عندنا أين أنتخب، التسجيل لأول مرة في القوائم الانتخابية، تغيير الإقامة، طرب نسخة من بطاقة الإقامة، وأين أنتخب، وكذلك حفاظ الأمانة. يعني هذوما للمواطنين الذين يرغبون المشاركة في تأطير مراكز ومكاتب التصويت. هاي التسجيل الأولي هاي بكل بساطة تخرجوا الاستمارة، ما عليه إلا ملأ هذه الاستمارة، هذا للتسجيل في القائمة الانتخابية. يملأ هذه الاستمارة، يعمر المعلومات المتعلقة به، ترسل مباشرة إلى اللجنة المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية اللي تقوم بدراسة الملف، وبمثابة تسجيله في القائمة الانتخابية يرسل إليه عبر الميل اللي خلاهونا هنا. عندنا إيميل، عندنا الإيميل تاع المواطن اللي سجل نفسه، نبعث له إيميل ونقول له راك مسجل في القوائم الانتخابية. وكل هذه العملية تتم عن بعد بدون عناء التنقل للمواطن. احنا حاضرين 24 ساعة على 24 ساعة باه نتكفلوا بالطلبات هذه ونعالجوها ونردوا على انشغالات المواطنين واستفساراتهم عبر بواتو ديالوج، مساحة للتحاور اللي موجودة في المنصة الرقمية تاعنا ثانيك.